وهناك في قلب قصة العزل ومساعي تشكيل حالة جديدة للحزب الجمهوري بعد الرئيس ترامب، هناك رجل محوري، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور ميتش ماكونيل، الذي يحمل شهادة في القانون من جامعة كنتاكي. انتخب للمرة الأولى في مجلس الشيوخ عام 1984. ماكونيل هو السناتور الأطول خدمة في تاريخ كنتاكي، وصف بأنه السناتور الأكثر محافظة بالحزبين في تاريخ مجلس الشيوخ. أطلق عليه اسم الزعيم التكتيكي بعد إنجاز استراتيجية دائمة لتخفيف الضرائب العائلة. وكذلك تولى ماكونيل منصب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ في عامي 2014 و2016، لكن دوره الأكبر لم يلعبه بعد هذا الدور، من خلال دعم عزل ترامب أم إنقاذ ترامب مجدداً لأجل الحزب.